والمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم مرحبا بك معي عبر شاشتين. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إذن مع مرور 100 يوم على هذه الحرب على قطاع غزة وعلى أبناء الشعب الفلسطيني، تابعنا جميعا ما قامت به مصر خلال هذه المدة 100 يوم الماضية، جهود قامت بها الدولة المصرية على جميع المستويات، على المستوى السياسي وعلى البعد الإنساني أيضا. فعلى المستوى السياسي قامت بالعديد من الخطوات لمحاولة حلحلة هذه الأزمة، محاولة الوصول إلى هدن إنسانية، صفقات لتبادل الأسرى، الوصول لتوافق بين جميع الأطراف، وأيضا المحاولة الوصول لتهدئة بقطاع غزة. وعلى البعد الإنساني أصرت مصر على إدخال المساعدات حتى اللحظة التي نتحدث بها، ورغم كل هذا ورغم كل التعنت الإسرائيلي وكل العراقيل التي دائما ما تضعها إسرائيل في هذه المسرحية الهزلية أمام العالم أجمع، لا تزال مصر تحاول. كيف تابعتم جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية؟ وطبعا الحقيقة منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة، مصر لم تتوقف عن بذل الجهود في أولا السعي لوقف هذا العدوان، الأمر الثاني اتخاذ خطوات استراتيجية وسياسية ودبلوماسية في التواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية بحثا عن وقف العدوان، ثانيا استمرار الجزء العادي، استمرار دخول المساعدات الإنسانية أو خروج الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية ثم العودة. معبر رفح لم يغلق على الإطلاق. كمان الحقيقة المسائل المصرية ما توقفتش عندها، يعني مصر كانت أول الداعين إلى قمة القاهرة للسلام اللي لعبت دور في حضور إقليمي ودولي كبير في تأكيد دعم القضية الفلسطينية والسعي لوقف العدوان وإطلاع العالم الحقيقة على الصورة، لأنه الغرب أو الولايات المتحدة كانوا منحازين بشكل كبير، ثم تصدت مصر إلى أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة منذ البداية وضع خطوط حمراء فيما يتعلق بالأمن القومي المصري، هذه نقطة. النقطة الأخرى كان حريصا على دعم دخول المساعدات بشكل دائم، معبر رفح لم يغلق. الأمر الآخر التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية في هذا السياق. ثالثا كان تحديد مسارات مختلفة للتعامل الدبلوماسي والتعامل السياسي بشكل كبير. فطبعا مصر لم تتوقف عن إدخال المساعدات. نسبة تقريبا 80% من المساعدات، من الأدوية، من المواد الغذائية، من الوقود، من غاز الطبخ، من المياه، حتى الخبز الجاهز نفسه، أعتقد مصر ما عادتش بس حتى المساعدات بمجرد دقيق، استنادا لفكره عدم وجود وقود او نقصه بشكل كبير. كانت مصر حريصه على انها تدخل خبز جاهز بكميات بعشرات الالاف او مئات الالاف من الارغفه يوميا، كانت بتدخل للقطاع. يمكن ده جزء مهم جدا ظاهر في هذه القضيه. الامر الاخر هو ان مصر كانت مش بس بتتعامل مع هذا الامر، مصر كانت بتاخد اكتر من حرب الحقيقه، ودايما بنقول الجزء الظاهر والجزء جبل الجليد، يعني في تفاصيل غائمة كثيرة جدا في التواصل، في طرح المبادرات، الهدنة الأولى اللي بذلت فيها مصر دور كبير جدا، ثم المبادرة الوحيدة الثانية اللي كانت بتسعى بيها مصر التواصل مع كل الأطراف ودراسة كل الاتجاهات باعتبار مصر ذات خبرات ومفاتيح في هذا الأمر، أفسدها طبعا نتنياهو باغتيال العروري في لبنان أو محاولة فتح جبهات مختلفة تعطلت طبعا. وكان في الحقيقه خطوط كثيره جدا من سواء المقاومه الفلسطينيه او الفصائل من ناحيه او حتى الجوانب الاخرى، الولايات المتحده وفي اطراف مختلفه زي قطر او غيره. فطبعا مصر يعني لم تتوقف. معسكرات يعني مخيمات موجوده داخل غزه النهارده مصر بتعملها، ادخال المساعدات ودعمها. كمان وقفت أمام مخطط التهجير الفلسطيني، وقفت بقوة، وكان موقف السيد الرئيس واضح في هذا الشأن. ليس فقط الحقيقة أنه مواجهة هذا المخطط، أولا المخطط كان مبكر جدا وصدرت تصريحات ثم تراجع عنها المسؤولين الإسرائيليين كعادتهم في الكذب وفي التراجع وفي التسريبات الخطرة.
الحقيقة. لكن كمان الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص على تأكيد أنه لا استقرار في المنطقة دون حل جذري للقضية الفلسطينية، حل الدولتين. يعني الأجزاء العاجلة كانت مصر حريصة على دعمها مع الأطراف الإقليمية والدولية وإطلاع العالم كله على هذا الأمر. الأمر الآخر الحقيقة التأكيد على أنه المسار السياسي ومسار المفاوضات وانه يبقى الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه هي اساس الحل وحل الدولتين. وفكره المخطط التهجيري الحقيقه مش مصر بس اللي تصدت له، الفلسطينيين نفسهم عارفين خطوره صحيح محاولات تطبيق هذا الامر. والحقيقه انه حتى امام محكمه العدل الدوليه تم اتهامهم بالاباده والحصار ومحاوله تهجيرهم داخل او خارج القطاع، ومصر كانت حريصه على تاكيد رفض هذا الامر باعتبار انه كان الردود دائما والاتهامات والمهاجمات لمصر اللي هي ادعاءات خاطئه الحقيقه انه مصر بتمنع الفلسطينيين. الحقيقه مصر العكس، بتستوعب عدد كبير جدا ملايين اللاجئين، ما يقرب من 10 مليون يعني 9 مليون وكسور، ومع ذلك فانه دول ليهم بلادهم اللي هيرجعوا ليها، لكن خروج الفلسطينيين كان خطا في البدايه، فالفلسطينيين نفسهم متمسكين بهذا الامر. لماذا أستاذ أكرم هذه الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية التي رويت أمام محكمة العدل الدولية حول تجويع، أن مصر السبب في تجويع الفلسطينيين، رغم ما نراه يوما بعد يوم من تصريحات الوزراء الإسرائيليين والجانب المصري أيضا المخالف تماما والناقد لهذا؟ يعني الحقيقة أنه أولا الأقمار الصناعية بتصور، ثالثا جوتيريش أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة كان في المعبر وشهد بنفسه القصف على المعبر ومنعه من الدخول هو ومسؤولين دوليين. صحيح. الأنروا منظمة تشغيل اللاجئين، رعاية وتشغيل اللاجئين، أعلن النهاردة المسؤول عنهم امبارح أنه مصر لم تغلق المعبر وبالعكس أن المنع بيتم من الجانب الإسرائيلي. المسؤولين الدوليين ورؤساء وزراء وغيره كلهم شافوا المعبر، الأقمار الصناعية والصور والفيديوهات، تصريحات المسؤولين، نائب رئيس الكنيسة أو وزير الدفاع أنه بيصف الفلسطينيين بالحيوانات أو يطالب بالقضاء عليهم، نائب رئيس الكنيسة أو رئيس الوزراء نفسه، وزير الدفاع، وزراء كثيرين، أطراف صحيح متطرفة داخل إسرائيل بتطالب بإفناء الفلسطينيين. هذه الأكاذيب ليست جديدة على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الحقيقة أنه حتى أمام المحكمة والوثائق والصور والأقمار الصناعية كلها بتكذب هذا الأمر. ثم الأرقام الحقيقة اللي يعني هو مش بس إبادة جماعية، ده كذب جماعي من الـ الإسرائيليين الحقيقة، لأنه حجم اللي دخل في الفترات اللي فاتت، اولا المنظمات المصريه الاهليه ثم الحكومه ثم تحيا مصر ثم اعداد كبيره، الارقام نفسها اللي ذكرها رئيس هيئه الاستعلامات انه خلال 90 يوم فقط انه دخلت 6000 طن ادويه ومستلزمات طبيه و 4500 طن وقود و 50,000 طن مواد غذائيه، 20,000 طن مياه، 12,000 طن خيام ومواد اعاشه، و 88 سياره اسعاف، وتم استقبال 1210 مصاب، 1085 مرافق ليهم، 23,000 فلسطيني مزدوج الجنسيه عبروا، 2623 مصري عالقين. يعني احنا المعبر اظن صور الاقمار الصناعيه واضحه وشهادات الشهود الحقيقه، لكن هذا الكذب ليس جديدا على نظام الاحتلال الاسرائيلي اللي بيجد نفسه الحقيقه في مأزق وسوف يدان بشكل كبير امام محكمه العدل الدوليه وهو يحاول الهروب من هذا الامر. وحتى نتنياهو نفسه بيطالب او بيقرر عمل كشف كذب للوزراء من كثر التسريبات وكثر الاكاذيب اللي بتصدر والتصريحات غير المسؤوله. الموقف المصري الحقيقه لا غبار عليه، ليس فقط صحيح ذلك، لكن ما موقف مبدئي واستراتيجي. والحقيقه مصر بتخوض حروب دبلوماسيه وسياسيه مع كافه حروب شائعات ايضا تغيير هذه الصوره، بالاضافه الى كمان الحقيقه حرب اعلاميه ضد تنظيم الاخوان المتحالف مع الاحتلال الاسرائيلي. الحقيقه فقط هو تنظيم الاخوان الذي يردد هذه الاكاذيب او يتبناها مع بعض المدعين، وهي خاطئة تماما.
وأستاذ أكرم، يعني اليوم كانت هناك زيارة هامة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مع الرئيس السيسي ومع وزير الخارجية أيضا المصري سامح شكري، تحدثوا حول الشأن أيضا الفلسطيني، واتفق الجانبان على جملة من النقاط. لو تحدثنا وتعلق لنا على هذه الزيارة الهامة في هذا التوقيت بالغ الدقة حقيقة في عجالة من فضلك. الحقيقه العلاقات المصريه الصينيه على خط استراتيجي، والصين دوله يعني كبيره جدا اقتصاديا وتجاريا وسياسيا ايضا، والحقيقه الصين واخده اتجاه ضد يعني النظام الدولي الفاشل الذي عجز عن وقف الحرب في اوكرانيا او وقف الحرب في غزه، وهناك انحياز امريكي واضح اصبح يعني حتى اداره بايدن نفسها منقسمه واعضاء الكونجرس وغيره. فبالتالي هنا احنا بنتكلم على العلاقات المصرية الصينية، ومصر في تجمع البريكس مع دول أخرى بتشير إلى فشل النظام الاقتصادي العالمي وضرورة وجود نظام آخر. هناك محاولات على مدى العقد الماضي كله لإعادة تشكيل النفوذ الدولي، وبالتالي فالصين الحقيقة النهاردة بتتفق مع مصر في رفض التصفية والتهجير، في ضرورة وجود موقف دولي وعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية. مواجهة هذا الأمر يعني اتفاق تقريبا في الرؤية المصرية الصينية في هذا الأمر، والصين زي ما احنا قلنا دولة كبيرة، بالإضافة طبعا إلى العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية والصناعية وتوطين الصناعة، في علاقات يعني قديمة، وأيضا الحقيقة علاقات قوية بشكل كبير، قمة الصين أفريقيا، علاقات مصر الاستراتيجية وإعلان هذا الأمر، كل ده في سياق إعادة بناء النفوذ الدولي والإقليمي بالشكل الذي يعيد التوازن إلى هذا النظام الذي أصبح عاجز عن وقف الحروب. فالعلاقات المصرية الصينية علاقات قوية، وتجمع البريكس أو التجمعات السياسية والاقتصادية بتنعكس على هذا الأمر، والعلاقات قوية جدا، وفي اتفاق في الرؤية تجاه القضية الفلسطينية والحرب صحيح. العدوان الإسرائيلي على غزة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا لجميع هذه الإيضاحات.